السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويحذر الله تعالى ذكره عن الغفلة عن ذكره، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ونستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخان؟ الحمد لله، تفضل. شفنا بحكم مجال دراستي، يعني في كتبنا، أنا طبعاً أدرس الطب، في كتبنا يعرضون بعض الصور يعني الداخلة في مجال عوراته وهكذا، فما حكم هذا؟ يعني مع أنهم يحتاجون لوضع هذه الصور لكي ندرس هذه الأمراض. الضرورة تقدر بقدرها، قال الله سبحانه وتعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيكم الشيخ؟ الحمد لله. شيخ، في واحدة أم هي من صفاتها أنها نمامة وهي بتكسر الخوض في أعراض الناس وسرت اللسان ودايما مسببة مشاكل لأولادها، إيه حكم قطعة أولادها ليه؟ على قدر الحاجة، يعني وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فبالمعروف قللوا الزيارات ولا تكثروا من الاختلاط بها، والهدايا بعد بين الحين والآخر وفقط. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. من فضل حضرتك شيخنا، أنا معايا مبلغ من المال، تمام؟ فأنا كنت كل سنة بطلع عليه زكاة. أيوة. فأنا دلوقتي أنا دخلت المبلغ ده في مشروع طبي إنشائي، مشروع طبي دلوقتي وقت الإنشاء، مركز إنشاء وكده. فأنا دلوقتي صرفت نص الفلوس في الإنشاءات الأولية. تمام يا شيخ. فانا دلوقتي معاد الزكاه بتاعي جايب شهر 11، فانا اطلع الزكاه دلوقتي ازاي؟ لا، الذي ادخلته في الانشاءات كي تؤجره او كي يعني يكون الذي ادخلته في الانشاءات، انت لن تبيع ولن تشتري في الانشاءات. لا، ده تجهيز، بس تجهيز المكان الطبي. الذي معك من المال السائل هو الذي تزكى عليه، اما الذي انفق فلا زكاه عليه. تمام. شكرا. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. نحن في استراليا أمامنا. ارفع صوتك تفضلا. نعم،
نحن في استراليا امامنا كنيسه نريد ان نشتريها باذن الله، ومن وسائل التمويل لهذا المشروع ان شاء الله عمل عشاء خيري ودعوة المسلمين، ويعقد ما يسمى بالمفاد على بعض الهدايا العينية تباع أو يتم التبرع بمبلغ أكثر من قيمتها، مثلا يعني لو في لوحة معينة في آية قرآنية مثلا أو أي شيء من هذا القبيل يعني يتم عرضها في مزاد لمن يشتريها بأعلى سعر، ربما يصل سعرها 50,000 دولار أو 60,000 دولار على سبيل التبرع للمشروع. أظن أن المشتري يكون فهم هذا أن هذه أشياء صورية، إنما القصد التبرع. نعم. يعني مثلا أطقم ملابس، أطقم ملاعق، أطقم شاشات عرض. نعم. يشترونها هم يعرفون، يعني المشتري يعرف أنه يدفع أكثر من قيمتها لدعم المشروع، ولكنها أشياء صورية. لا بأس. نعم. لا بأس. طيب ايضا مولانا الشركه المنظمه لهذا المزاد الخيري يعني بتاخذ نسبه من التبرعات، هل هذا جائز؟ الشركه المنظمه شركه تجاريه او شركه نظامها يعني؟ والله في بعض الاحيان بيبقى مثلا منظمه خيريه او بعض المؤسسات يعني لسه لا يعني في عده كل شيء بقدر، يعني اذا كانت شركه تتكلف واخذت بقدر ما تفعله مع زيادات معقولة لا بأس، باعتبار هذا عمل لها، أن هذا يعتبر عملا لها. مولانا ادعي لنا مولانا التوفيق إن شاء الله. الله يوفقنا ويكون كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. لو تكرمت حضرتك، أنا كان عندي أموال بفضل الله وكنت بخرج عليهم كل سنة بفضل الله الزكاة، وكان عندي برضو الذهب بتاع الشبكة بتاعي ضميت لي على بعض وخرجت الحمد لله حوالي 3 أو 4 سنين، وبعد كده أنا أنفقت نص المال ده تقريبا وما عادش عندي يعني أموال تبلغ النصاب، وكل سنة بتابعها الحمد لله. فدلوقتي أنا افتكرت إن أنا كان عندي ختمين فضة وسلسلة فضة، هما التلاتة كانوا مع بعض، أنا كنت بلبسهم وبعينهم، فدلوقتي أنا أعمل إيه؟ أبيعهم وأرجع أضم كله على بعضه يعني وأعيد حساب الزكاة؟ كلامي يعني كثير يا أختي، اصبري علينا شوي. حاضر. يعني أنت كان عندك مال وكنت تزكينا، وكان عندك ذهب كنت تعتقدين أنه للزينة ولا تزكينا، كده السؤال؟ لا أنا زكيت كله، ما عرفت ان حضرتك ان الذهب عليه زكاة. طيب. فزكيت كله على بعض، طلعت المشكلة المال وطلعت زكاة السنين اللي فاتت كلها. طيب اشكرك. ايه السؤال طيب الان؟ السلسلة الفضة والختمين الفضة اللي كانوا عندي اعمل فيهم ايه؟ انا لسه عارفة، لسه فاكرة دلوقتي ان هم كانوا موجودين معايا من الوقت ده. اشياء خفيفة، سلسلة الفضة وختمين، ايوه كانوا فضة ولسه موجودين معايا لحد دلوقتي، اعمل ايه يا شيخ؟ اظن لم يصل النصاب. طيب يعني ما عادش الحساب تاني من اول وجديد؟ يعني اذا زكاتي سلسله الفضه يكون زكاتها شيء خفيف، شيء خفيف يعني شيء يسير، زكيها مش مشكله. الحمد لله الذي اعانك على ان تزكي الذهب السنوات الماضيه. الحمد لله زكيتهم كلهم الحمد لله. الله يزكي على سلسله الفضه. يعني اضيفهم على اصل المال تاني الذهب نعم. واطلع ماشي. ولا اطلع ماشي ماشي لا بس ماشي ارجع اتمنهم دلوقتي او اتمنهم واضيف ده الثمن التثمين ده على اللي فات واعيد تاني حساب؟ لا بأس. حاضر ماشي. شكرا شكرا. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. الحمد لله ان الاسلام فيه طيبون وطيبات. السلام عليكم. ولك بمثل يا من قدوتك امهات المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله تفضل. بعد إذن حضرتك عايز أسأل حضرتك سؤالين بس. دلوقتي أنا عرفت دلوقتي واحدة مطلقة ودلوقتي اتخطبت لواحد تاني، هي يجوز إن هي تخرج معاه يعني لوحدها ويمسك إيديها يعني وكده ولا حرام؟ الخطوبة؟ هي اتخطبت. خطوبة فقط؟ خطوبة فقط. لا يجوز. لا يجوز. نعم هي ما زالت امرأة أجنبية. ايوه. شكرا. السؤال الثاني يا شيخ، انا دلوقتي والدي متوفي وقبل ما يتوفى كتب لنا شقة انا واختي باسمنا، واحنا دلوقتي بنبيع الحاجة اللي فيها، هل الحاجة اللي فيها دي ورث رسمي يعني يتقسم علينا احنا الاربعة، ولا ده لو تصدقنا بيه يعني احنا في نيتنا ان احنا هنبيع الحاجة دي وهنتصدق بفلوسها، هل ده حرام؟
لأعيدي قبل أن يموت كتب لك ولأختك الشقة. لكم إخوة آخرون أو أخوات ولا؟ لنا اثنين صبيان. البنين موافقون؟ البنون موافقون؟ هما كانوا موافقين. أيوة بابايا الله يرحمه كان قايل لهم إن أنا كتبت الشقة دي لإخوات كل بنات وهو وأم وافقوا. احنا دلوقتي بنبيع الحاجة اللي فيها وناويين نطلع الفلوس دي صدقة على رأسي. الأشياء التي فيها تركة تقسم فيها سراير بوتاجاز وثلاجة. اسمحي بقى لو سمحت يا تركة، إذا اتفقتم جميعا يا ورثة على إخراجها صدقة عن والدكم جاز، وإن اختلفتم فكل يأخذ نصيبه ويتصدق به. جزاك الله خيرا يا شيخ وحفظك الله يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. عزك الله ونفع بك وبك حفظك الله. الله يخليك يا شيخ مصطفى. سؤال حضرتك الله يخليك. تفضل. أنا بنتي بتعقني بقالها 10 سنوات. نعوذ بالله. وبعد انا حاولت حضرتك لكن طريقتي اللي هي امها. انا عندي 3 بنات، هذه البنت طبيبة وبتعقني بقالها 10 سنوات. متزوجة؟ ليش؟ لا لا مش متزوجة، قاعدة مع امها مع طليقتي. يعني امها مطلقة وهي في صف امها ضدك. وانا معايا البنتين التانيين قاعدين معايا وبارين بيا الحمد لله. طيب عفوا هي الكبرى؟ لا هي اصغر واحدة. هي اصغر واحدة. لم أعمل معها غير الخير. هي متبرجة يعني ولا غير متبرجة؟ نعم متبرجة؟ لا محجبة وحفظ القرآن كاملة الحمد طيب لله. طيب والسؤال، يمكن بس أمها أقنعتها بأفكار أنك رجل ظالم وأنك فعلت وأنك فعلت. نعم. فالبنت معذورة، فما الذي تريد أن تسأل عنه؟ البنت الصغرى مع أمها المطلقة، وبالطبع الأم المطلقة موتورة، فلعلها حكت له سوء عشرة زوجها الذي هو أبو البنت، فأخذت البنت موقفا والحمد لله أنها ليست متبرجة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل أنا كنت حابة أسأل حضرتك دلوقتي، أنا في خلاف بيني وبين زوجي. وهو رمى عليا يمين الطلاق وقال لي انت طالق وكده. طيب هلو؟ خلاف بينك وبين زوجك ورمى عليك يمين الطلاق انت طالق، والسؤال؟ السؤال انا دلوقتي رحت عند بيت والدي وسبت البيت يعني كده، فايه حكمي او ايه؟ لا لازم اول تطليقه ولا تطليقه رقم كام هذا؟ هو قال لي انت طالق. ايوه يعني هل طلق مره اخرى قبل هذه المره؟ لا 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 احنا بقالنا 10 سنين واول مره يقول لي كده. لا يحل لك ان تخرجي من البيت مده العده لقول الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. هو اللي قربني يعني انا ما ولا يخرج. هو اللي طردك من البيت؟ ايوه. هو ياثم لاخراجك من البيت. بلغيه هو او عفوا هو رجل عفوا هو رجل مصلي او ليس بمصلي؟ هو بيصلي الحمد لله. طيب بلغيه بس قولي له اقرأ سورة الطلاق لأنني سألت واحد. هو الشيخ ما بيكلمنيش يعني. ما فيش رسالة على الهاتف؟ لا لا إطلاقا. ما فيش ممكن ترسلي له رسالة على الهاتف أنت ولا لا؟ لا ما ينفعش، هو يعني رافض كل حاجة يعني. كلمي واحد من الصالحين يخبره أنه لا يجوز له إخراجك من البيت في مدة العدة للآية الكريمة اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما دام طلقك تطليقة رجعية لا يحل له أن يخرجك من البيت. من فضلك ادعي لي يا شيخ. الله يفرج كربك ويعوضك خيرا يا رب، يا رب واصلح بينكم يا رب. وحفظك الله يا أحمد بن كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ بخير ولله الحمد. ربنا يحفظك يا رب. عندي سؤال معلش بعد اذن حضرتك. اسألي. يعني رأي حضرتك فيه. اسألي الله يحفظك. ما يرضى عنك ويرضيك يا رب. هيك. دلوقتي اخويا متقدم لخطبة اخت من الفلاحين،
وهو عنده شقته جاهزة في بيت والدي يعني. فهو دلوقتي راح يخطبها، من أهلها قالوا لا عشان بنتنا ما تروحش من بلد، من بلد يعني بلد جديدة عنكم، فإحنا عايزين شقة في مكان قريب ليها، حاجة وسط، فعايزين نجيب شقة إيجار حديث نتجوز فيها مثلا فترة معينة لحد ما نجيب شقة تمليك في المدينة مش في القرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بك يا أخينا. جزاكم الله عنا كل خير. وياكم. سألني أحدهم يقول شخص يتخلف كثيرا عن صلاة الفجر ليس تعمدا ولكن لثقل نومه، ولكنه ينام متأخرا مع ضبطه لأكثر من منبه لإيقاظه، لكنه غالبا لا يستيقظ ويجد مشقة في النوم مبكرا وإيمانه ضعيف تهون عليه. يا أخي أنت تقرأ من جريدة، ما سؤالك؟ إلغي الورقة اللي معك وسفهمني السؤال برفق. يقول يعني يقول مثلا أفعاله كذلك، هل يكون يعني منافقا يصارح نفسه بالنفاق مثلا، مع أنه يعني لا يرى في نفسه أنه يبطن الكفر أو كذا، لا بل هو محب لله ورسوله. يعني يترك الفرائض ولا إيه بالضبط؟ تترك الصلاة؟ يصلي. طيب إيه المشكلة؟ يعني إيه المشكلة؟ المشكلة أنه يعني ينام كثيرا عن صلاة الفجر يعني وتفوته. عفوا، ينام متعمدا للتأخير؟ لا، نائم يعني. عفوا، يسهر كثيرا ومن ثم تفوت صلاة الفجر ويسهر فيما لا فائدة فيه، أو ما شأنه؟ نعم كما ذكرت، يعني يسهر لهوا يلهو ويسهر طويلا فمن ثم تفوت صلاة الفجر. نعم، هذا يأثم للسهر الطويل الذي تسبب لنفسه، هو تسبب لنفسه في ضاع صلاة الفجر. نعم، أما إذا نام يكون منافقا يعني. يا أخي صبرا يا أخي اسكت. إذا نعم. إذا نام الشخص وغلب ولم يستيقظ لصلاة الفجر، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا إذا لم يكن مفرطا. أما إذا كان مفرطا لم يأخذ بالأسباب ويسهر سهرا طويلا عابثا في سهره وتسبب لنفسه في تضييع صلاة الفجر، يأثم على العبث الذي أدى به إلى النوم. شكرا، بارك الله فيك يا أبا ياسر، بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يجزيك عنا وعن الإسلام خير الجزاء يا مولانا، وإياك والسامعين والسامعات يا رب. تفضل. ليا سؤالين عند حضرتك يا شيخنا. تفضل اسأل. الأول شيخنا، عندي أخ كبير، أخويا الكبير دلوقتي ظلمني زمان وكان من معاه فلوس يعني، والأيام دارت والموضوع اتعكس، الآن هو ظروفه تعبانة خالص مع إنه هو فيه صحة إنه يشتغل، ولكن يا شيخنا ما بي يعني مش عارف، ما بي مش راضي يشتغل أو مش قادر يطلع للشغل أو كده، هو شاب مش كبير يعني. مريض؟ لا يجد عملا مناسبا ولا يذهب؟ لا ليس هناك عمل. لا يا شيخ ليس هناك، بس انا ما بشوفوش بيسعى لكده يعني، انا ما بشوفوش بيسعى. ايوه طيب، السؤال على السؤال ماذا؟ السؤال يعني انا سمحت في حقي، ولكن رايك اديله زكاة مالي يجوز؟ والله اقتصد حتى تحثه على العمل، حتى تحثه على العمل. انا بشوف امي يا شيخنا نظرات الحسره في عينيها والتعب بتصعب عليه. ما تصعب عليه، طيب يتحرك، نحن ما قلنا شيء، لان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فنحن ايضا نريد ان نسال، اذا كان يسعى ولا يجد عملا صح اعطيه، لكن إذا كان متكاسلا لا يريد أن يعمل ويريد أن ينام ويأخذ زكوات الناس وهو نائم ومعافى، لا غير من المرضى والمحاويج وأصحاب الأمراض الفتاكة، الالتهاب الكبدي وأصحاب السرطانات والفقراء الذين لا يجدون قوتا ولا يستطيعون عملا، أولى من أخيك، واحد في صحته يشتغل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ بخير لله الحمد، اتفضل. عايزين نستفسر بس عن صحة أربع أحاديث كده يعني. اتفضل. الحديث الأول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجاءه من النار 70 خريفة. هل ده الصيام العادي اللي هو مثلا احنا ولا في المعركة ولا ايه؟ هذا فيه الوجهان، والوجه الأول أنه أثناء المعركة إذا لم يكن الصيام يؤثر على جهاده، وإن كان الصيام يؤثر على جهاده فالفطر أولى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. فبلغه أن ناسا صاموا، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. تمام. الحديث الثاني: خير الأعمال سرور تدخله على مسلم وتسد جوعته. سنده ضعيف. طيب الحديث الثالث: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل والصائم النهار. سنده يحسن. تمام. طب أفضل كتاب في الأسماء والصفات يا شيخنا؟ ما أستطيع أن أقول أفضل كتاب، ما هو لأني لم أحط علما بكل الكتب المصنفة في هذا الباب، ولكن في الصفات في الأسماء عفوا في الصفات كتاب ابن خزيمة كتاب طيب. أنا عايز حد يعني من الجداد يعني، أو نسمع له مثلا سلسلة وكده. سلسلة شرح الأسماء الحسنى يعني ولا إيه؟ أيوه. شرح الأسماء الحسنى ليس صفات. شرح الأسماء الحسنى مثلا: اسم الله القوي، اسم الله العزيز، اسم الله كم. الشيخ فوز السعيد ليه سلسلة بس مش كاملة يعني. هو كتاب الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني في هذا الباب كتاب طيب ونافع. تمام. في الجملة كتاب طيب ونافع. تمام. لكن تمام. احذر أن تقع في السباب والشتم. الكتاب ككتاب علم كتاب طيب ونافع. تمام. دعوتك لنا يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخنا. نعم تفضل. حضرتك انا شيخنا الخط قطع وانا بكلمك وبسالك عن اخويا. ما انا جاوبتك خلاص، قلت لك اذا كان انا في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها. اتفقت انا واخويا على امر ان نجمع زكاه ماله وزكاه مال اخويا، ونجيب له مثلا وليكن عربيه مثلا صغيره يشتغل بيها، نحط له في يعني ما ندروش فلوس عينيه في ايده، نجيب له حاجه يشتغل بيها. ايه رايك في الامر ده يا شيخنا؟ زكاتكم كبيره ولا صغيره؟ يعني مش كبيره قوي لا، يعني مثلا وليكن هو 10 وانا 10، يعني مثلا هنشوف له مبلغ عليه كده مثلا تاني، ونجمع له مبلغ نجيب له حاجه صغيره، عربيه صغيره، او نحطها له في مقدمه في عربيه كده يعني. انت ايه رايك؟ هو سفيه او عاقل؟ عاقل رشيد. يعني اذا كان عاقل ومن اهل الزكاه ياخذ من الزكاه، وليس لكم ان تتحكموا فيه، ليس لكم. اذا كان رشيدا عاقلا ليس لكم ان تتحكموا فيه. ما لناش ان احنا نتحكم فيه، بس طبعًا. بس موضوع الكوسه خايفين ان ياخدها ويصرفها، ده خوفنا. اذا ما هو اذا كان اهلا للزكاه فهو مصرف، ما لكم الا ان تعطونه. اذا لم يكن اهلا لا تعطونه من الاصل. بس نعم. وبعدين أنا أسألك سؤال أنت وأخاك، يعني هل لو كان الشخص غريبا، هذا غريبا عنكم، كنت ستفعلون معه هذا الفعل؟ لا خلاص، عشان أمك يعني تبكي تضيع نفسك في الزكاة، افعل معه ما تفعله مع سائر الناس بالاقتصاد. الاقتصاد مطلب. نعم يا شيخ. في ناس يا أخي مرضى، في ناس مرضى يمرون علينا، من المصاب بسرطان، المصاب بالتهاب كبدي، الفقير الذي لا يستطيع أن يتعالج ولا يأكل، هؤلاء أولى من فحل النائم، نائم طول اليوم مع امرأته ويلا يبحث عن عمل. نعم. عشان أمك بكت. صاحب مشاكل يا شيخ. خلاص كما أخبرتك، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك الله في عينك وفيك بارك الله في السامعين والسامعات جميعا. تفضل. أفضلك الله. أنا والدتي متوفية من 15 يوم. الله يرحمها رحمة واسعة. دعي لها بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها رحمة واسعة. عشت خادمة تحت أقدامي وقلبي لا يستحمل فراقها. نعم.
مش مستحملة فراق أمي عني، عشت خادمة تحت قدميها عمري كله. الله يرحمها والدينا والمسلمين والمسلمات، وبعدها رسول الله. أعمل إيه؟ بدأ اعملي لنفسك لأنك ستموتي أيضا، أنت الأخرى، إنك ميت وإنهم ميتون. اعملي لنفسك ودعي لها بالرحمة والمغفرة وتصدقي عنها، استغفري لها. أما البكاء لن يجدي، لن ينفعها بكاؤك هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير لله الحمد. طيب لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال. سلي. انا متزوجه من 6 سنين. ايوه. زوجي ملوش ان هو ما بيشتغلش، لو اشتغل يوم ممكن يقعد 10، دايما كسول، ما بيصليش، وربنا رزقني منه ب3 اولاد، ودايما اتكلم معاه طب صلي عشان ربنا يفتحها عليه. يعني لا يصلي ولا يعمل. لا لو من اين تنفقون؟ والدته، اهلي، ربنا بيرزقنا وبتمشي. يعني هي بتمشي، لكن هو متكاسل دايما يا شيخ، نايم، ممكن يخرج بالليل يرجع لي يسجن من على الكافيتيريا. تعبت يا شيخ، مش عارفه اعمل ايه. والله يعني فارقيه، ما دام اهلك ينفق عليك فارقيه. هي والدته بصراحه، هي برضه والدته بتدينا. أنا ما أنصح بالبقاء مع مثل هذا الرجل، لا يصلي ولا ينفق. لا ما وأنا أقول له، أنصح أقول له خليك قدوة لأولادك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حضرتك، أنا كان عندي سؤالين. سأل. أول سؤال حضرتك، هناك شخص أباه بيستخدم الإنترنت، هو اللي بيدفع ثمن الإنترنت في البيت، بس والده يعني أبوه مش أباه بقى. شخص أبوه يستخدم الإنترنت. سليم حضرتك. وهو والده بيستخدم الإنترنت في حاجات غير مباح، يعني ممكن يفتح فيديوهات فيها موسيقى أو فيها متبرجات. كله غير مباح ولا في شيء مباح يعملها يعني؟ يعني كل ما يفعله الوالد حرام ولا في شيء حلال بيفعله على الإنترنت؟ لا الغالب حرام. الغالب حرام. والسؤال؟ السؤال ان الهاتف بتاعه يعني النت ما اشتغلش فيه، فطلب من ابنه ان هو يشغله له، وابنه يقدر يشغله له، فهل لو شغله له عليه اثم؟ ده من الغالب حرام لا يشغله له. لان الغالب حرام ايه؟ لا يشغله له، يتركه خربان. بس هو احيانا بيقول انا مش هعمل الحرام ده، بس الابن بيلاقيه بيعمله، يعني بيقول له مثلا انا مش هسمع موسيقى ولا بيسمع موسيقى. فهل ياخذ على كام ويشغله له بس هو برضه ما يشغله؟ اذا كان من عادته الكذب خلاص لا يلدغ من جحر الواحد مرتين. طيب ثاني حضرتك، ثاني سؤال. كان هناك عراك بين شخصين، وفي اثناء العراك شخص من الشخصين مزق ثياب الاخر. قطع الخط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. شيخنا، في بعض المصالح الحكومية دلوقتي لما تيجي تسدد أي حاجة يقولك أكتر من 500 جنيه تدفع في الفيزا، بس المشكلة أنا رحت النهاردة تقريبا المرور فبقول له طب أنا مش معايا في الفيزا المبلغ، ففي حد واقف يقولك أنا هدفع لك بالفيزا والألف هاخد عليه 20، فأنا طبعا ما دفعتش ومشيت، بس مش عارف الأمر دوت. لا بأس به، لأنه بياخذ أجرة الإرسال. هو بيدفع لك بالفيزا من الفيزا بتاعته هو؟ هذه أجرة. يعني ما فيش مشكله في كده؟ هذه أجرة الفيزا. ماشي يا شيخنا، جزاكم الله خير. مصالح المسلمين ستتعطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخ لو سمحت، انا سالت حضرتك من حوالي 3 4 شهور عن خدمه الموضوع الفودافون كاش، للناس بتاخد منه ممكن تجيب لي بعد يوم او 2، فكنت قلت لي يعني ادام هتاخد عموله التحويل فقط مش هتاخد زياده لا بأس. فامبارح يعني في حد سال حضرتك، قلت له يعني انصحك بالبعد. ايوه شوف يا اخي الكريم، فضل. اذا مره اقلت عثره واحد صديق عزيز لك قال لك معلش يا اخي انت حالات فرديه مستثناه لا تكن كالشان المستمر والعاده المستمره، العاده المستمره ستدخلك في باب كل قرض جرى نفعا فاربا. انصحه بالبعد اذا كان عاده مستمره. أما الحالة الاستثنائية الطارئة لشخص بينك وبينه مودة، كالذي يذهب مثلا يفك 10 جنيه من المحل ما يجد في الدكان إلا 9 مثلا، فيقول له خذ 9 وتعالى بعد مدة خذ الباقي،
في الأصل معاملة لابد في التقابض يدا بيد في التغيير، لكن هذه الأشياء اليسيرة التي درج الناس على أنها في الأصل معاونة على البر والتقوى وليست تجارة فيعفى عن مثلها، أما الدأب المستمر يختلف. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يبارك في عمرك وعمرك يا رب. وياك يا رب، تفضل. شيخنا عندي سؤال، إذا تفضلت من جزئين. الجزء الأول، أنا كنت طلبت مبلغ من أخ لي. عفوا ماذا صنعت؟ عفوا أنا أعمل في الخارج. عفوا ما سمعت جيدا، قطع الخط رغما عني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا أنت قلت لا تكون تحت اسما أو حزبا أو كذا، صحيح؟ نقول لك لا أحب لك أن تتحزب مع أي حزب غير الإسلام. جميل. حزب الله، أما تدخل أي أحزاب من الموجودة، لا تدخل حزب وطني ولا حزب ديمقراطي ولا حزب مش عارف مستقبل إيه ولا حزب نور ولا أي حزب، لا تدخل أي حزب، هذا ما تدين به ربي سبحانه. لكن شيخنا يعني أنا قلت للناس كده فقالوا لي طيب ساعة النبي صلى الله عليه وسلم سموا الأنصار. من اللي سماهم الأنصار؟ الله الذي سماهم. نعم. بعدين في إذا كانت هذه التسميات مع أن الله الذي سماها والرسول سماها، إذا أورثت فتنا وعصبية جاهلية أصبحت دعوة جاهلية. لما تداعى أنصاري لما كسعه مهاجري وقال يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وتضاربوا قال النبي أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. شيخنا يعني كيفية تحسين المعاملة بين الأخين؟ كيفية تحسين المعاملة بين الأخ؟ كيفية تحسين الأخ؟ كيفية تحسين المعاملة؟ يعني الأخين في مشاكل دائما، يعني هم لسه صغار السن يعني. والله دعاء الله أن يصلح ذات بينهما، واحد منهم يلزم غض الطرف عن إساءات الآخرين ويمتثل، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن. شكرا. هل ورد عن النبي حديث في النهي عن غربلة الدقيق؟ لم أقف على أي حديث في مثل هذا يا أخي. نهي عن غربلة الدقيق، لم أقف على أي حديث ثابت في هذا الصدد. وقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. السلام عليكم، تفضل. عليك السلام. حتى شيخنا نريد نصيحة من حضرتك، يعني الإنسان يفعل أي في أوقات الحزن والضغوط النفسية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الإكثار من ذكر الله، ثم التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. تفضل. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ بخير لله الحمد، الحمد لله. جعلك الله دائما نافعا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإياك يا أخي الكريم. الله يبارك حياتك. أحمد زكير معك شيخنا الحبيب. أحمد ابن زاكر؟ زكير، زكير وليس أحمد زكير. أبوك زكير ولا أنت أحمد زكير مركب؟ لا أنا أحمد محمد أحمد زكير أساسا يا شيخنا الحبيب، ولكن ده اسم اللقب مرة واحدة، يعني اسم جدي أبي، جد أبي كمان يعني. مرحبا بك. الله يبارك حياتك يا رب. اسمح لي بسؤالين شيخنا الحبيب. سأل يا أحمد، تفضل. السؤال الأول شيخنا الحبيب، ما هو الفرق بين المصطلحات الفقهية في المسائل الفقهية ذات الاختلاف، القول الراجح والأرجح والمرجوح، ومتى يكون العمل بكل قول على حد؟ يا أخي هذا شرح محله كتب الأصول، ليس هذا، ليس هنا. الله يكرمك. بتنصحني مثلا بكتاب معين ممكن في كتب للشيخ سعد الشيسري وفقه الله طيبة في هذا الصدد، ابحث عن كتب فضيلة الشيخ سعد الشيسري في هذا الباب، كتب طيبة ونافعة إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا. الله يسلمك. وثمة كتب لأخينا الشيخ أيضا عبد الفتاح المصلحي من مصر طيبة في هذا الصدد مختصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم. بقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا زوجتي الحمد لله بفضل الله يعني مطيعة، قلت لها على أي شيء الحمد مثلا لله. ده حرام ما تعملوش، مثلا لو تلفزيون ما تسمعيش اغاني، مطيع الحمد لله الحمد لله. بس في النقاب يا شيخ ما يعني في اللبس الواسع برضو بتلبس لبس واسع، لكن في النقاب ما رضيتش. والشعر يعني والشعر يعني لكن هي تلبس لبس عادي واسع خالص ما فيش اي تبرج ولا اي شيء. ما المطيع في بقى يعني، لكن يعني النقاب ما رضيتش. تدخلنا لوبيا تطبخ لوبيا لكن غط وجهك لا تغطي كده. ايوه يا شيخ. طب وده ينفع يعني؟ فلو حضرتك تنصحها نصيحة وانا اسمعها ان شاء الله الفيديو ده. انصحها اولا بالسير على نهج نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لهن وللمسلمين في شأنهن ايضا واذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ف السؤال من وراء حجاب أطهر للقلب، ونساؤنا في حاجة أيضا إلى طهارة القلب. أيضا قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقد فسر عدد من السلف الإدناء بتغطية الجسم كله وإبراز العين. أيضا في هذا الصدد قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. قالت عائشة أيضا لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قالت أسماء كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أيضا حفصة بنت سيرين دخل عليها جرير بن حازم وقد انتقبت وقد كانت من القواعد من النساء، فقال لها يا أمه ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني ما لك تغطين الوجه ولك فسحة أنت من القواعد. قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات الحجاب هذا. وكان الشأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه، هذا الشأن العام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصحها لله أن تتقي الله في نفسها. فالناس يخطئون في فهم الطيب. من الطيب؟ يرون شخصا ساكتا يقولون طيب، وهو لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. الطيب الممتثل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أن هذه المرأة تحرج زوجها أيضا في وسط الناس. فالزوج الغيور لا يحب أن ترى امرأته وهي كاشفة الوجه. الزوج الغيور على عرضه وعلى حريمه وعلى دينه لا يحب أن ترى زوجته. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. تفضل. ربنا يبارك يا شيخ مصطفى. الوقت يا شيخ مصطفى صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوقت كان في أخ يا شيخ مصطفى كان سبب في التزامي وكان سبب في حفظ القرآن الكريم. الحمد لله. وكان يقول المشايخ كلها جزمتها على دماغي من فوق بنفس اللفظ كده. نعم. وكان يقول الشيخ مصطفى ربنا يبارك فيك. المهم الان تحول يعني خلاص من الكلام. انا كده ابص دلوقتي لقيت اللهم صل على محمد. خلاص اه اسال الله ان يثبت القلب على دينه. الاخت ايمان ارسل رساله تدعو وتقول يا شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك. يا اخي لا تؤذينا، لا تؤذينا يا اخي. اه على عهد الرسول الناس ارتدت عن الاسلام. لا اله الا الله. في ناس ارتدت عن الدين اصلا. ده على عهد رسول الله. معلش انا بقول له حتى لو في حاجه. معلش خلاص لا يا اخي الله يهديك لا تتكلم كلام لا فائده فيه. انا بقول له بكل انا بقول لهم الا ان في الكلام. اسال عن نافع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب دائما أشهد الله في علي أن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا سمير. نسأل الله أن يديم نفعك للمسلمين كافة ويبارك في عمرك ولك والسمعين والسامعات بمثل. عندي مسألة يا شيخنا. سل موضوع إقامة العزاء وسرادك ويجيبوا شيخ ومقرئ والحاجات دي حرمانية؟ لا، ما حرام ليست حرام، لأن الحديث الذي استدل به المانعون وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. حديث ضعيف الإسناد، هو من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهشيم مدلس أسقط رجلا من الإسناد يقال أنه شريك ويقال أنه رجل اسمه المدائني، وكلاهما لا يحتج به، شريك ضعيف والمدائني مجهول، ولذلك ضعفه عدد من أهل العلم الأولين، عدد من أهل العلم الأولين. ثم إنه من ناحية المعنى أيضا معارض، هناك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. فالشاهد من قوله: إذا اجتمعت النسوة وبعد ذلك انصرفنا وبقيت خاصتها. لكن هناك أمر ينبغي أن ينبه عليه، وأن الإنفاق الباهظ وأخذ ذلك من أموال الأيتام كل هذا لا يجوز، والتباهي بمثل هذه الجنائب بمثل هذه التجمعات لا يجوز التباهي، ولا يجوز أن ينفق على هذا مبالغ طائلة وتخصم بعد ذلك من الأموات، تخصم من الأيتام، من تركة الأيتام. أما مجرد استقبال الناس في مكان، يعني إذا أنت مت وجاءك الناس يعزونك، أين يجلسون؟ البيت مش هيساع المكان، البيت لن يساعي. وإذا أتيت بكراسي ما في مشكلة، لكن إذا كنت تريد أن تكنهم المطر وتكنهم الحر وتكنهم من البرد فلا بأس أن تصنع شيء من ذلك. تمام، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس رحت، أنا عندي ثلاث أسئلة. سلي. جوزي عنده شركة هو وأخواته. ممكن تقدمي الجيم على ممكن تقدمي الجيم على الزاي، الجيم على الزاي، الزاي على الجيم، زوجي مش جوزي، لا زوجي. زوجي عنده شركة هو وأخواته. نعم، الله يبارك. إذا موظف المبيعات أو المخزنجي قال لزبون إن في شخص آخر كان هيشتري البضاعة بثمن معين وده مش حقيقي، مع العلم طبعا إن المشتري عادة بيكون ملم بأسعار السوق، فهل ده هو طبعا بيحاول يخفض في السعر على قد ما يقدر المشتري، فهل ده بيخلي المال حرام؟ لا عفوا، أعيدي تفضلا. حضرتك، لو المخزنجي أو موظف المبيعات قال لزبون، جاء الزبون طبعا بيكون ملم بأسعار السوق بس هو بيحاول يخفض سعر البضاعة، فالمخزنجي قاله ده في واحد تاني كان هيشتريها بثمن معين وده مش حقيقي، أيوه، هل ده بيجعل المال بتاع الشركة حرام؟ لا مش حرام، بس يتحمل المخزنجي اسم الكذب. تمام. طيب، في فترة من الفترات كانت الحكومة بتشترط على المستورد ان هو يجيب البضاعة على اساس مصنع، الشركة عندها مصنع بس هو لا يعمل حاليا، فهم كانوا بيستوردوا البضاعة على اساسه، الوضع ايه بقى في الحالة دي؟ يعني كانوا يستوردون السلع والمصنع مغلق. ايوه، هو عندهم تصريح بالمصنع، بالمصنع وكل حاجة، ويعني الاجراءات يعني هم تمام، لكن هم مش شغال حاليا المصنع ده، فكانوا بيستوردوها على اساس المصنع. لا، يعني لا استطيع ان افتي بالغش على هذه الصفحه، ولكن اضيف شيئا فقط: اذا كان ظلم من قبل الجهات المسؤوله مظلمه يجوز له ان ياخذ بقدر مظلمته،
تمام شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الغالي؟ الحمد لله بخير. بارك الله في عمرك وعلمك. ولك بمثل، تفضل. سؤال يا شيخنا، أنا دلوقتي بخطب الجمعة في أماكن، في مساجد يعني ليس بها خطيب، مجانا لله عز وجل يعني. والآن عرض علي أخ من الأخوة أن أخطب في مسجد نائي عن البلد التي أخطب فيها، ولكن بأجر، هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ السؤال أنا أسألك سؤالا أجراً. أنا أسألك سؤالا. تفضل. هل أنت في سعة من الرزق؟ بفضل الله والحمد لله. إذن يعني إذن استمر على التطوع لوجه الله، وما عند الله خير للذين أمنوا على ربهم يتوكلون. استمر على عدم أخذ الأجر ما دمت في غنى والحمد لله. أخذ الأجر ينقص من الأجر مع الله عز وجل يعني شيخ؟ بلا شك، يعني شخص يعمل هو ليس في حاجة إلى المال ويأخذ مالا مقابل الأجر، هو الأفضل ولا شخص في مثل حاله ولا يأخذ مالا؟ نعم. أجب أنت. شكرا. هناك قوم يكبرون في المسجد الحرام في الطواف والسعي جهرا، هل هذا الفعل صحيح؟ غيره أولى. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لكن إذا كانت تلبية فتلبية تنقطع عند الوصول إلى الكعبة كما هو معلوم، وقيل عند الوصول إلى مكة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت، لو شخص كان بيعمل عمل حلال لكن في أثناء هذه يعني في وقت شغله عمل معصية زي مثلا دخل سيجارة أو حاجة كده، فهل ده بيجعل أن مرتبه حرام؟ يعني دخل سيجارة أثناء العمل حلال، يعني اشتغل محاسب وهو يشرب محاسب دخن سيجارة، مرتبه حلال لكن عليه اسم التدخين. شكرا. لا صلة لها، لا صلة لهذه بالمرتب، يعني هو يعمل عملا حلالا. أيوة. يعمل عملا حلالا في أثناء العمل الحلال دخن سيجارة، عليه اسم التدخين ولكن الأجر حلال. دي مش عليها خلاف حضرتك يعني؟ خلاف في إيه يا أختي؟ أنت هتوسوسي في إيه بس؟ الله يهديك، ربنا يكرمك. أختي تسأل لأن زوجها يكلم في الهاتف في التلفون على طريق التواصل الاجتماعي، تحاول أن تبعده ويقول لا أعمل شيئا حراما، ماذا يصنع يا أختي يا سائلة؟ إذا كان يكلم نساء ويفتن ويفتن حرام، إذا كان يكلم كلاما نافعا حلال على حسب الكلام. نعم يا أبا آيات البارودي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك شيخ بخير الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني أنا وأخواتي البنات بنتعامل معاملة مش كويسة من والدنا. طيب ممكن السلعة الخاصة أفضل بدل ما تنتهي، بدل ما تغتابي والدك على الملأ أمام الناس كلهم، اسألي السؤال على الهاتف الخاص. ماشي، تليفون حضرتك 0153333883. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في مشروع تخرج هو عبارة عن كاميرا بتصور الناس وبتشوف الناس اللي حاضر بياخد غياب بالكاميرا، حكم المشروع ده ايه؟ لا بأس. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وصاحبتك السلامة اينما كنت. وعليكم اخوانك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضاك الله وسلامك. الله يبارك فيك، تفضل. هل المؤمن يمرض نفسيا؟ نعم. هل المؤمن يمرض نفسيا؟ هل المؤمن ممكن يجن؟ وارد ان المؤمن يجن مرض. لا، المرض النفسي كالضيق والاكتئاب. وارد ان هذه الامراض تعتري المسلم وغير المسلم. شكرا.
لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كان عندي سؤال. سأل. المحيطش كملوا على الاثنين اللي كانوا بيتعاركوا. اثنين كانوا بيتعاركوا وبعدين؟ في واحد مزق للثاني في وعن عمد يعني في العراق ده. طيب. فهل عليه دفع ثمن يعني القميص اللي هو مزقه لي؟ لازم نسمع. لازم نسمع من الطرفين. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب رجل يعض رجلا في يده عضاد أثناء المعركة، فهذا الذي يعض نزع يده فأسقط ثنية العاض، فذهب العاض إلى الرسول يطالب بدية الأسنان، فقال عليه الصلاة والسلام يقدم أحدكم يد أخيه كما يقدم الفحل ثم يأتي يطالب بالدية، وأهدر النبي دية الأسنان. يعني هل يتركها لك حتى تأكلها؟ يترك لك يده حتى تأكلها. فالشاهد سقطت الدية، والآخر إذا مزق للآخر الثوب يعني ماذا يصنع؟ الضرب يأتيه من كل مكان، لم يملك أي شيء إلا أن مزق الثياب، فتكون قضية تنظر. وفقك الله. جزاك الله خير. وإياكم حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، كيف بارك الله فيك. فيك بارك الله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو رجل يقول لأبنه هو متعلم يعني معه شهادة وتخرج وكان يعني مدرسا، يقول لأبنه قلوا لأبنك فإني قد عودوا له ولم يسليه، ودائما يشكو ويقول يا رب يا رب سبحانه لماذا تفعل لي بي هكذا ولماذا تفعل لي كذا، ويقول انت لم صبرا يا اخي صبرا صبرا. عاد السؤال برفق ولين. لو رجل يقول لابنه ايوه اطلب انت من الله انا طلبت منه ولم يعطيني، يعني رجل يقول لابني اطلب انت من الله انا طلبت منه لم يعطيني والعزم. نعم يعني يقول له انا مذنب يعني واطلب انت من الله لعلك اقرب الى الله مني، ولا ييأس من رحمة الله؟ ييأس والعزم. حرام عليه هذا الكلام كبير. هو يعلم ذلك يعني هو خلاص كبير. تقول له حرام تعتمد حكم الله ولكن لا يسمع كلامه. هذا الكلام يعد كبيرة من الكبائر. اذا قلت ساخرا او يائسا اذهب انت فادعو ربك لانني دعوت فلم يعطني، هذا اليأس من رحمة الله كبيرة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته شيخنا. نعم تفضل. ربنا رزقني النهاردة بمحمد حسن. الله انت اسمك حسن؟ حسن يا مولانا. محمد ابن حسن بس. لا فضل. الله يبارك لك فيه يا رب. اللهم امين. ايوه. شيخنا العجل يجزؤ عن الولد. اي يعني اكثر من شاتين اكثر من سبعين يعني. ايوه تمام. طيب يا شيخنا عايز اسال حضرتك سؤال، لو العجل ما تعداش السنتين ولكن تلك مسألة وفير. تلك مسألة اختلاف في العقيقة. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضاحي أم لا؟ قولا للعلماء. نعم حضرتك. خلاص قولان الأحوط أن تراعي السن، لكن هما القول الآخر موجود أيضا. نعم. شكرا. عبد الرحمن إدريس من القدس، كان ثم أخ عندكم يتواصل معنا ما أدري ما حاله، اسمه خالد الدقاق، كان يتواصل على هذه الصفحة، فمن باب حسن العهد من الإيمان إذا كنت تعرف عنه شيئا طمنا عليه، الله يوفقنا وإياك وإياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل حضرتك في مسألة ميراث. سلي. أمي ماتت وكان لها 6 أبناء، 4 ماتوا في حياتها، 3 ذكور وأنثى، وكلهم لهم أولاد وبنات. مش فاضل غير أنا وأختي. فتوزيع الميراث يبقى ازاي؟ امك ماتت رحمة الله عليها وابوك على قيد الحياة او لا؟ لا مات من زمان.
قبلها ب 11 سنة. أمك لها إخوة أو لها أم أو أب؟ لا لا لها أخ واحد بس. لا أخ واحد. طيب أنتن لكم لها أخ تاني بس ميت بعدها بشهرين. أنتما لكما الثلثان، البنتان لهما الثلثان. وأبناء البنات، أبناء البنات الحفيدات من البنات ليس لهم شيء. أولاد الذكور، أولاد الذكور فيهم القولان، أختار قول القائل. طبعا هناك إجماع أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، لكن هنا عندنا حديث ينازع في هذا. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن إذا ألحقنا الفرائض بأهلها البنات أخذنا الثلثين والباقي فيما يبدو على قول بعض العلماء. وانظري إلى قانون الدولة التي أنت فيها، هل تأخذ بأن الباقي لأولاد الأولاد الذكور أم تشرك البنات من الذكور أيضا؟ راجعها لك معهم إن شاء الله. رجع معك إن شاء الله. أظهر قالوا للولاد والبنات. أنا ما قلت لك مثل حظ الأنثيين. أنا قلت لك في اتجاه يقول هذا الأمر أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، وهذا قول مجمع عليه. لكن هنا في بنات أخذنا الثلثين وتبقى جزء، فقد ينازع منازع بحديث الرسول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. فدعيني بس رجع عليك يعني هل عليه إجماع أو في اختلاف بالنسبة لأولاد البنت والوصية الواجبة؟ لا لا, لا لا الوصية الواجبة ليس عليها مستند، بس مش ليس لها محل هنا الآن. يعني ما لهمش حظ في الميراث أولاد البنات؟ أولاد البنت هم ثلاث ذكور ماتوا ولهم أولاد البنات. أولاد البنات ليس لهن شيء هنا. بارك الله فيك، حبك الله يا أبا آيات الذي أحببتنا فيه. خالد الدقاق موجود أسلمه الله، الحمد لله الذي طمننا عليه، لأننا نقلق على إخواننا في القدس، نسأل الله أن يسلمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في عمرك أحفظك من كل سوء. وإياك تفضل. شيخنا أنا أوقات بدخل المساجد بعيدا عن المنطقة يعني، وبجد مصاحف ذات سوستة فصغيرة وعليها تراب، فهل لي أن أخذ هذه المصاحف دون أن أستأذن؟ لا، أعطيها لأناس يقرؤون فيها؟ لا تأخذها. لا أخذها. أي استأذن من إمام المسجد أو ادفع ثمنها لإمام المسجد وهو اشتري مصحف جديد أنت. تمام. حتى أنا بس المصاحف دي بتبقى هي اللي عليها تراب. والله يا شيخ يعني مصاحف مليئة بالتراب. معلش مسؤول المسجد هو الذي سيسأل عنها، أما أنت تأخذها من المسجد. في قوم يا أخي يعمرون بيوت الله، وفي قوم يأخذون المساجد من بيوت الله، كن أنت من الذين يعمرونها. شكرا، جزاك الله خير يا هاني بن علي وفقك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ مصطفى الجهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. نعم تفضل. عليك عمي معلش يا فندم. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم لو سمحني شيخ أنا كان عندي سؤال، بس أنا كان والدي متوفي من مدة وكده، وخلاص كل واحد فينا يعني أخد ميراثه وكده من والده، وعندي أخين يعني وكلنا إحنا البنات متزوجات يعني، وإخواتي برضو الولادين. ممكن ترفع الصوت شوية لو سمحت؟ بقول لحضرتك إحنا ميراثنا توزع يعني من والدنا وكده. طيب ودلوقتي انا عندي اخين ولدين يعني، ووالدتي عايشه معاهم وهم مخلفين متجوزين ومخلفين يعني. فوالدتي دلوقتي هي كانت زعلانه شويه من موضوع تقسيم الميراث يعني، بس خلاص هو الموضوع اتقسم، فهي عايزه تكتب من نصيبها لعيال اخواتي اللي هم الصبيان يعني.
علشان الناس قالت لها ان دول يعني هيحجبوا ابهاتهم يعني، فينفع انها تكتب لهم. فهي عايزة تكتب لعيال اخواتي من ميراثها، يجوز لها انها تعمل كده ولا لا؟ واحنا مش معترضين يعني. يعني هل يجوز للمرأة ان تكتب لحفيدها الذي لن يرث منها شيئا من الميراث؟ نعم يجوز، لانه ليس بوارث. بس هي مش بتكتب هي بتكتب علشان هي عشان النقطة دي، عشان اتقال لها ان حرام تكتبي للصبيان، فاكتبي لاولادهم. انا قاعد المسألة تقييدا عاما. هل يجوز للمرأة ان تكتب لاحفادها او ان تهب لاحفادها هبة او ان توصي للاحفاد بهبة لا تتجاوز الثلث؟ نعم يجوز لها ذلك، لان الاحفاد ليسوا من الورثة. تمام. اللهم الا اذا كانت تحتال حيلة لالحاق الضرر بعض الورثة او اكرام الاخرين، الاحتيال يذم. لكن الان هذه المرأة هي في بيت اولادها الذكور. أيوة. وانت ذكرت انك موافقة انت واختك. انا عن نفسي مش معترضة، ما اعرفش. الحمد لله ماشي، نفسي مش معترضة. ما فيش يعترض او لا يعترض، يعني المرأة يخدمها اولادها، فكتبت لاولاد الاولاد الذين يخدمونها شيئا لا بأس ما لم تتجاوز الثلث. شكرا. في حفظ الله يا ابنتنا سلمى، نسألك الدعاء. بارك الله فيك اينما كنت انت واخوانك واخواتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. نحبك في الله والله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك يا شيخنا. أنا بجد في نفسي كلام والعياذ بالله عظيم جدا، وتعبت نفسيتي تعبت منه جدا يعني. فهل نؤاخذ به عند الله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يا شيخنا يعني نجد كثيرا يعني كثيرا حتى يضيق صدري. ولا سئل النبي يعني صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. أي كتمان ذلك وعدم التحديث به محض الإيمان. وكذلك في الرواية الأخرى: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. فنحن نتقلب يوما بعد يوم وفي اليوم والليل وفي كل وقت وحين في نعم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طواريق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا